في الحلقة الماضية ختمنا بقولك في إحدى المقالات بأن الرأي عندك أن الإرهاب هو المدخل إلى القرن 21، بمعنى أنك لن تفهم مسار القرن 21 من غير أن تفهم مغزى الإرهاب. نعم. ليه حضرتك ربطت بين المسألتين، مسألة فهم مسار القرن 21 بفهم الإرهاب؟ بمناسبة الانفجار الذي حدث في 11/9/2001 في تدمير مركز التجارة العالمي بنيويورك بأمريكا. هذا المركز قيمته مش في أنه أمريكاني، هو قيمته أنه هو أعلى مرحلة في الثورة العلمية والتكنولوجية، وبالتالي أنت لما تدمر هذا المبنى كأنك بتدمر الثورة العلمية والتكنولوجية. رمزية في المسألة، رمزية فيها رمزية رمزيا. وبالتالي أنا وجدت أنه بداية القرن 21 بداية بهذا الحادث الإرهابي، فأنا بدأت أحلل مسألة الإرهاب في هذا السياق. اللي دمر مجموعة من الأصوليين الإسلاميين بوضوح تام يعني وبدون مواربة، يبقى هنا عندي أصولية إسلامية بتقول إنه أنا بدمر الحضارة الكافرة، وبالتالي أصبح التكفير مع التدمير في إطار الأصولية المجمل الإرهاب. إذن أنت عشان تفهم الإرهاب وبدايته في القرن 21 عليك أن تفهم محصلة الإرهاب، هما حاجتين، أنك أنت أصولية إسلام دينية مع ظاهرة أخرى نشأت ودخلت في علاقة عضوية أنا أطلقت عليها الرأسمالية الطفيلية.